الشرطه غير حسونا خوت الصوره هنا تبارك الله. فالثمن اخويا منير هنا عشاق طاهر الولوال كيما هما باه شحال الثمن هنا اخويا عشاق الباج يا اخوان نورمال. مثلا نخلو لكم النمره ديالو بالنسبه نصورو الكاز الاخرى الشاطع الحسون تبقى الثمن هنا اخوان عشاق الكلابسيت نسكوا السلام عليكم. الان كنتواجدوا في سوق ريعه يوم احد 4 دجنبر نحاولوا نصوروا لكم جميع أتمنى جميع الطيور طيور مغردة وطيور الزينة وطائر الحسون. ما تنساوش تدعمونا الإخوان تشتركوا في القناة وبارطاجيو الفيديو. عشاق طائر الحسون كيتواجدو في سوق ريعه يوم الأحد 4 دجنبر. شحال الثمن أخويا؟ 20 درهم 50 درهم ملي ماركه خويا كاين هنا انا كاين فالو كاين فالو اوبالاي اوبالاي والبادي والبادي نورمال نورمال. بالنسبه للثمن شحال كيبقى؟ الثمن شحال هنا؟ الثمن ديالهم 40 درهم بياس 40 فالو 200 درهم زويد عندي زويد فالو هنا كاينه زويده 200 درهم والاخرين 40 درهم بياس. انا نمر التليفون ديالك 034 034 18 14 62 يا خويا. لا جبتي شي حاجه توافل مع السيد الله يبارك الله في ريحاتك راه ربي الله يسر باش نبيع هذا غادي تولع على الولاعة كي تولع بها. بالنسبة لي زانس اخويا 150 انا عليا كتقول لي عطيني بياسه نختار لك بياسه نقول لك ها هي مباشره كتصل واحد ما عجبك ما عجبك خليها السلام عليكم. السلام عليكم. شحال كيبقاو اخي لحظة لا لا هو 130 درهم 170 درهم كاين داك الشيء كاين داك اللون هادو دريسين هو كاريك كيبقى 700 درهم هذا 400 ديروا شي دريسين 150
بالنسبة للكلابسات الصغار فاس بلو بالنسبة لهذا الثمن ديالو هذا اخويا كي الثمن 180 حتى 250 خلينا النمر التليفون ديالو 0775 15 32 خو دابا شي حاجه تواصل الله يسخر المرضي الله يحفظك عشاق طاهر الولوال اللهم باه شحال الثمن هنا اخويا؟ خويا 50 درهم 50 درهم اش من مرقد؟ مرقد كيف كيفاش؟ حاضر ما تسرقش حاضر بالنسبة للمقانن؟ كورة كورة 70 درهم تساوي 20 درهم كورة 70 درهم تساوي 20 درهم عندهم جوج سيمانات الإخوان يلا ماشي والله هذوك متيوات هذوك متيوات هذوك خلينا نمر التليفون ديالك شحال 07 09 92 98 دابا شي حاجه تواصل معاه الله يسخر الامور بالنسبة لهنا نفس الشكل تقريبا خلي كيف هذوك الكورة هذوك الكورة وهذو مشاوي بالنسبة لهنا اللهم بارك من الموزايك 230 بلاطة اخوان بلاطة 250 بلوصة شحال الثمن ديالو؟ 250 وتقع بالنسبة شحال الثمن ديالو؟ هذوك الكره 250 الله يسخر الامور الشرق طاير الحسون اخوت كوره هنا تبارك الله شحال الثمن اخويا منير هنا 75 درهم 75 بارك الله فيك ورواق قلنا النمره خويا منير 06 90 43 24 خويا اللي خاصو شي حاجه يتواصل ديما راه كاينه البياسات وكاين البياسات الصغار المهم الاخوه راه ديما كيكون عندهم وقت الله يسخر اخويا منير الله يحفظك الشاق الباج ديال خوت الان كنتواجدوا في صفريعه اليوم 4 جنبير البياسات اللهم بارك اخويا هوغو ياك اخي هوغو 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 لاسوين هوغو لاسوين يا زعما مستوى زوين اخو باعوينا الشمس ما كيبانش الكولور مزيان شحال كيبقى الثمن ديالهم 500 درهم بياس شنو 500 درهم بياس شنو باعوينا الله يرضى عليك اخوانا في الاخر نخلو لكم النمره ديالو بالنسبه نصورو الحاجة الاخرى يلا باعوينا
بارك الله الاخوه راه كلشي باين قدامك. خلينا النمره ديالك اخويا 06 55 07 55 87 60 07. اخويا ياش بغيتي شي حاجه تواصل مزيان تبارك الله. ساينا عند السلعه مازال في الدار اما تبارك الله السلعه راه باينه مستوى باين. الله يسخر اخويا الله يسر الامور. الصقلي زان كيروش هل تمن اخويا هنا 650 كوب؟ لا كوب لا بالنسبه للقفوزه السيباري 130 درهم السيباري خلينا نمر التليفون ديالك قول 06 140 02 44 54. هو اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا. عندو الفيزا في الاخوان عندو السيباري كاين الكيروش كاين الفيزا هنا وخا الكيروش. الله يسخر اخي الاخوان عشاق الكلابسيت شكين عندك اخويا هنا؟ هذا البيلو 800 درهم 300 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 درهم 300
الله يسخر اخي الله يسر الامور الشاق الباك يا اخوان نورمال شحال كيبقى الثمن اخويا 30 درهم الحبه ديال الريمبو ديال المغرب كاين ريسيسيف وكاين نورمال الاخوان ريسيسيف شحال الثمن ديالو العادي 100 درهم الاخوان 150 درهم خلنا نمر التليفون ديالك 06 64 42 53 دوبل زيرو الاخوان اللي بغا شي حاجه يتواصل معايا الله يسخر اخي ويسر الامور الشاطئ الحسون قرا هذا ياك ولا الزوره الزوره كلشي جدوره ياك اي قالوا اي قالوا شحال كيبقى الثمن ديالهم هذا؟ 230 اخوش بالنسبة للنتاوي 70 درهم قف زين هذا واحد النسوة اخوة الميسو شحال الثمن ديالو؟ ماشي ديالك هذا؟ طيران خلينا نمر التليفون ديالك 06 48 65 30 15 اخوان اللي بغا شي حاجه يتواصل مع السيد الله يسر امور الله يسهلك اخوان السلام عليكم الشاق طائر الكناري نورمال كيف قد يمان أخويا؟ يمان أخويا 100 درهم تقول لك 100 درهم شكين هنا الكورة مشاوي خلطي هنا
بالنسبة لزنس زنس ماشي البيع ماشي البيع الله يسخر الأمور الله يسر الأمور الله يسر أخويا.